السلام عليكم ورحمة الله. معكم عدنان هنية أبو أنس، المدير التنفيذي لمؤسسة سحر البيان للتجارة. مؤسسة سحر البيان للتجارة متخصصة في الأنظمة التقنية للموارد البشرية بشقيها الويب والشبكات. الأنظمة الموجودة هي نظام البيان لإدارة الموارد البشرية، نظام البيان لشؤون الموظفين والرواتب، نظام البيان لمراقبة أوقات الدوام، ونظام البيان المالي. طبعا أنظمتنا متخصصة أو تتميز بالسهولة والشمولية بحيث تغطي جميع أعمال إدارة الموارد البشرية، وعندنا أكثر من 500 شركة أو منشأة استخدمت هذه البرامج على مدى 20 عاما، بالإضافة إلى التحديث المتواصل لجميع أنظمتنا واستخدام آخر تقنيات البرمجة الموجودة بالسوق. يسعدني توجيه الدعوة إلى جميع المهتمين والعاملين في قطاع الموارد البشرية لزيارة جناحنا في معرض سعودي موبايل شو والاطلاع عن كثب على جميع برامجنا ومميزاتها الموجودة. في الختام يسعدنا توجيه الشكر للجنة المنظمة لسعودي موبايل شو لإتاحتها الفرصة للاشتراك في هذا العام 2020، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.